احتفت السلطة المحلية في أبيان بالذكرى 53 لعيد الاستقلال الوطني. وفي الحفل أكد المحافظ اللواء الركن أبو بكر حسين على أهمية هذه المناسبة الوطنية العظيمة للتذكير بالتضحيات الجسيمة التي اجترحها الأبطال حتى نيل الاستقلال، مشددا في السياق ذاته على ضرورة توجيه كل الجهود لمحاربة ميليشيا التمرد والإمام الحوثية وإسقاط الانقلاب وتحرير العاصمة صنعاء واستعادة الدولة من براثن السلالة الإمامية الكهنوتية. وجرى خلال الحفل الذي تخلله تقديم عدد من الفقرات الفنية والأناشيد الوطنية تكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش بوسام الاستقلال ومنح الدكتوراه الفقرية من جامعة عدن. أو من عدن أو من لحد أو أيا كان فهم واليوم نحن في أبيان في أواخر عام 2020 ونحن نحتفي بإحدى أهم القامات الإعلامية والفنية الرائعة الفنان الكبير محمد محسن عطروش. وطبعا الكل احتفى وشفنا مئات البشر يعبرون عن فرحة عظيمة. والأهم من هذا وذاك أنها أيضا تزامنت مع ذكرى عيد الاستقلال 30 من نوفمبر. أهم شيء أن كان العطروش مبسوط، قال هو قال أنا اليوم مرتاح مرتاح بهذا التكريم وحنا ارتحنا من راحته. وكان موفق في هذا التكريم والحمد لله. أبين الخير والعطاء اليوم تكرمه هذا يعني هذه القامة الفنية، ليس أبين فقط إنما أيضا اليمن بشكل عام. وفخامة الأخ رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بتوجيهات مباشرة من قبله بإقامة هذه التكريم الذي يليق بمقام هذا الفنان، فنان اليمن الفنان المناضل الثائر الذي تغنى بحب هذا الوطن.